السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم كل خير. من مدينة النخيل مراكش نتحدث عن الأمازيغ السكان الأصليين للمغرب. الأمازيغ أو البربر هي عرق من الأعراق مثل عرق العربي والعرق الأفريقي، وبعضهم يفرق يقول الأمازيغ عرق والبربر صفة فيفرقون، ويغضب بعضهم يقول نحن أمازيغ والبربر تعني الوحشية والهمجية، ولم أجد على هذا الكلام دليل أو مبرر. هم السكان الأصليين للمغرب وعددهم كبير فيها وموجودين في عامة دول شمال أفريقيا. غالبية الأمازيغ أصحاب بشرة بيضاء، وفي المغرب لا تفرق بين العربي والأمازيغي إلا بالنطق واللهجة، لأن الأشكال تشابهت فقد اختلطت الأنساب. دخلوا الإسلام في القرن الأول من الهجرة على يد الصحابة والتابعين، فأسلموا وعرفوا الدين وتعلموا اللغة العربية وكانوا أحد جنود هذا الدين، فساهموا في نشر الإسلام ونصرته والحفاظ على السنة والدفاع عنها. منهم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، قائد المرابطين، وكذلك منهم قائد المسلمين في فتح الأندلس طارق بن زياد، ومنهم عدد من العلماء والدعاة والقادة. وإسهامات غير العرب في التاريخ الإسلامي كثيرة جدا. كثير من أهل الفضل الذين نفتخر فيهم ليسوا عرب، جمعنا بهم الإسلام الذي هو أوثق رابطة. منهم عماد الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي والبرسلان والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، 5 من أصحاب الكتب الستة ليسوا عرب، وأعداد كبيرة في مجال الطب والرياضيات والفلك. يوجد دعوات للتعصب والحزبية في المغرب وغيرها، فبالمغرب من أيام الاحتلال الفرنسي كانت عندها قاعدة فرق تسد، يحاولون إحداث فرقة وشقاق بين البربر والعرب، وما زالت هذه الفتنة تستعر وقت وتهدأ وقت آخر. إنما المؤمنون إخوة وإن اختلفت أعراقهم وألوانهم، فأخوة الدين أوثق من أخوة النسب، فأخوة النسب تنقطع باختلاف الدين، ولكن أخوة الدين لا تنقطع باختلاف النسب. السلام عليكم، مرحبا بالجميع. بعد شوي الرحلة إلى مصر، راح يكون شرف في تقدير مصر، جالس كم يوم. تقدير رحلة المغرب ممكن يكون بكرة بإذن الله، يكون جاهز كامل.